ماذا عن ما يقولون بأن المرأة ناقصة عقل ودين أستاذ علي؟ شو رأيك؟ كيف تكون ناقصة عقل ودين وأم المؤمنين السيدة خديجة هي كمال الدين مع النبي عليه الصلاة والسلام وأول من آمن به وكانت رفدا للدين، فدعونا من قول أنها ناقصة ويبررونها ناقصة دين لأنها تحيض ولا تصلي، هذا أجيب ولا أخذ بهذا الحديث وإن قاله من قاله، الرسول لا يمكن أن يقول مثل هذا الكلام وإن قالوه. الله سبحانه وتعالى حينما يضع الدين في المرأة وهي المسؤولة، وكما قال الله ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون امرأة نوح وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما، وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون ومريم ابنة عمران. هذه المثلين في سورة التحريم تعطينا ماذا يريد الله من هذه الأنثى التي هي أصل صلاح الدين، هي الثوب. وثيابك فطهر، أي اختر ثوبا طاهرا تلبسه. الثوب يرجع ترجع إلى المرأة، إلى الزوجة، إلى الزوجة. ويسمى الرجل المتزوج ثيب، ثيب نعم. فاجعل ثوبك طاهرا، لذلك يقول الله وثيابك فطهر، فالآية نزلت قبل الصلاة وقبل الطهارة. لذلك يعنى بها الزوجة، لذلك هي مهمة أن تكون طاهرة، وليست طاهرة معناها ناسكة، وإنما هي ذات عقل مصلح يصلح في الأرض، تصلح بنيها. إذا خرجت تعمل تجد في بيتك امرأة في مستقيمة تستطيع أن تقيم البيت. ما معنى أن تكون امرأة مفرطة؟ كم من رجل غني وتاجر أذهبت ماله امرأة، وكم من إنسان فقير عززته امرأة وجعلته إنسانا قويا.